بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم كل المشاركين في انترنت بلا فتنه. ببعت رساله جديده لتنزل على كل المواقع المشاركين معانا في انترنت بلا فتنه. الرساله الجديده بتقول الخطوه الجديده اللي هننتقل اليها. احنا كل اللي كان هممنا الاسبوع اللي فات ان مين يحط اللوجو علشان ننشر الفكره، وطلعت انا وعملنا انترفيوهات كتيره احنا وشركائنا في الحمله، وقعدنا نتكلم على اهميه انترنت بلا فتنة. لكن فضل في سؤال مهم، طب وايه الخطوة الجاية؟ طب وبعد نشر اللوجو؟ طب يا ترى كل مستخدمين الانترنت في مصر، الستاشر مليون المستخدمين، عرفوا بموضوع انترنت بلا فتنة؟ اجتمع الشركاء، شركاء الحملة، وقعدنا نفكر ووجدنا ان لا يمكن يكون في حد لسه ما يعرفش عن الفتنة من مستخدمي الانترنت في مصر، وما فيش حد ما شافش اللوجو. ليه؟ لان الشركاء يمثلوا 80% من مستخدمي الانترنت في مصر، هم دول شركاء الحملة. قعدنا ولقينا اذا احنا حققنا الخطوه الاولى اللي هي ايه؟ نشر الفكره، نشر اللوجو في كل مكان المعبر عن الفكره. فاكرين حمله حمايه لما حطينا اللوجو بتاع اوقف المخدرات في كل مكان؟ كان هدفنا ايه؟ التوعيه، كل مكان يشوفه 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 انتشرت الفكره. في 300 الف واحد سجلوا على العداد، غير اللي ما سجلوش ان هو شارك ووضع اللوجو، مش لازم على البروفايل لكن ارسله الواحد، لكن شارك معانا الواحد. حاجه رائعه ان المرحلة الأولى من انترنت بلا فتنة إن شاء الله بعون الله حققت نتائجها، إن الكل سمع. لكن ده مش كفاية، وكده ما تبقاش حملة حقيقية. وفين الحاجة الجامدة اللي نمسكها في ايدينا؟ الآن ننتقل إلى الخطوة التانية والهامة والمؤثرة جدا 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 في حملة انترنت بلا فتنة، اللي هدفها محاصرة التحريض على الفتنة في كل مكان. إيه الخطوة التانية؟ الخطوة التانية هتكون القائمة. قائمة مش بالكلمات، قائمة بالأفعال أو الأشياء أو الأفكار التي لو شفتها يبقى تحريض على الفتنة. عايزين نحط قائمة من 10 نقط، 10 نقط بس، عشان تبقى سهلة نبعتها للصحافة وتتعرف نشرات الأخبار وتتحط على مواقع الإنترنت وتبعتوها لأصحابكم، ننشرها في كل مكان. لو لقيت ال10 أفكار دول ده يبقى تحريض على الفتنة. 10 أفكار، ال10 أفكار دي زي إيه؟ مثلا لا للشتائم وللسباب، لو لقيت شتيمة أو سباب مش 10 ألفاظ، خلي بالكو القائمة مش هيبقى فيها كلمة ما ينفعش، وإلا يبقى دخلنا في تفاصيل غلط. تعال نعمم ونقول أي سباب أو شتائم على شبكة الإنترنت، ميثاق الشرف اللي هيطلع نتيجة هذه القائمة اللي هنطلعها، اوعى تبعت، اوعى ترسل، اوعى تكتب، اوعى تشارك. ليه؟ لا نشارك في سباب، لأن إنترنت بلا فتنة اتفقنا على الثقافة دي، لن نشارك في سباب. زي إيه؟ اوعى تنقل إشاعة من غير وجود مصدر موثق. مش عايز أقول ال10، لكن قلت 2 منهم من خيالي أنا، من تصوري أنا. العشرة دول مين اللي هيعملهم؟ انتم. يعني ايه؟ لو سمحتم يا جماعة، هتلاقوا في كل موقع من مواقع شركاء الحملة، اليوم السابع، مصراوي، في الجول، في الفن، يلا كورة، عمري خالد دوت نت، عمري خالد بيج، بوابة الشباب، جود نيوز، اقباط متحدون، كل بقوا 10 شركاء، بعدوا 7 بيزيدوا. ال10 شركاء دول هتلاقوا مكان، ابعت لنا تصورك للقائمة. قائمة ايه؟ قائمة الأفكار التي تؤدي إلى الفتنة. لو لقيت العنوان دون، أو من غير ما تبعت على العنوان ده، خد الإيميل ده nofitna@gmail.com، ابعت لنا تصورك للقائمة وهتاخدوا بيها عندكم من النهاردة 4 أيام لغاية يوم الأربع، حد 2 3 4، علشان نصدر القائمة المبدئية. موضوع كبير ما ينفعش احنا نعمله لوحدينا. نصدر القائمة المبدئية يوم الأربع القادم لتعمم عليكم للمراجعة، علشان يوم السبت الجاي، يعني بعد أسبوع من النهاردة، يعني مع بداية الأسبوع الثالث للحملة، الحاجة بقى الجامدة اللي هنطلع، الحاجة اللي تتمسك في الإيد، الحاجة القوية اللي بتقدمها الحملة، مش مجرد وضع لوجو، قائمة. القائمة دي ب10 نقاط، مش ألفاظ، أفكار تؤدي للفتنة، كلها لا تفعل كذا، لا تفعل، احذر كذا، احذر، إلا قات العشر. مين اللي هيساعد فيها؟ انتوا هتعملوها، واحنا علينا الصياغة النهائية.
يبقى هتتم على ثلاث خطوات من هنا لغايه يوم الاربع. ارجوكم ابعت على نو فتنه او ادخل على كل موقع من مواقعنا العشرة واكتب تصورك للقائمه. مش لازم كل النقط، حط نقطتين او ثلاثه زي ما انت عايز، المهم انك تشارك. بس كل ما تشارك ادخل على عداد وقول انا شاركت معاكم عشان نعرف اجمالي العدد اللي شارك معانا. بعد ما تبعت دي يوم الاربع القادم هنطلع قائمه مبدئيه، يوم السبت القادم تطلع قائمه نهائيه توصل لجميع وسائل الاعلام، توصل للصحافه، توصل للميديا، توصل للتلفزيون، تنزل على المواقع عندكم، انتوا تاخدوها تنشروها. نقول بكل قوة مين يوقع على دي من المشاهير، مين يقبل دي، مين يطلع يعلنها، مين يعمل محاضرة على دي. هنكمل الحملة ازاي نحاصر الفتنة بالعشر افكار دول. دلوقتي بقت الحملة بجد قوي وكلام عملي قوي. ارجوكم يا شباب كل واحد يقعد يفكر من دلوقتي، ضربت لكم مثلين لا للشتائم ولا لنقل الاشاعات بدون مصدر موثق. مين هيشارك معنا ومين هيبعت لنا افكار وياخد نية ان هو حاصر الفتنة؟ يقول النبي الفتنة النائمة لعن الله من ايقظها. تخيلوا ثواب من شارك في محاصرتها. تشارك معنا ابعت لنا على nunofitna@gmail.com. ادخل على اي موقع من العشرة وسجل فكرتك، بس سجل على العداد كمان لان العداد ده بيحسب لنا كل اللي شاركوا مش بس اللي حط اللوجو. وان شاء الله تصدر القائمة المبدئية ويوم السبت الجاي قائمة نهائية ناخد بيها ثواب ان احنا شاركنا في محاصرة الفتنة بكلام عملي مش مجرد وضع لوجو، وتكون للمسلمين والمسيحيين مش للدفاع عن حد معين. يا رب يفتح عليكم وتطلعوا افكار رائعة وتطلع قائمة تنتشر في العالم العربي نكون احنا سببها وناخد بيها ثوابها. شاركوا معانا بالله عليكم. أشكركم جدا جدا جدا، أشكر كل المواقع مسلمين ومسيحيين يشاركوا في وضع القائمة دي. أشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.